مشوار السرطان عمره ما بيكون سهل. هنا كل حد كان بيقف جنبي لحد ما خف. ابتديت اتأقلم وبقى عندي صحاب كتير، ودلوقتي انا خفيت ورجعت للفولي تاني. 57-53 هتفضل شريكة ليا، وهي سبب كل نجاح بحققه. في مستشفى 57-53 احنا مؤمنين ان دورنا ما بينتهيش عند العلاج وبس. بتبرعاتكم هنفضل نشاركهم ونشجعهم يحققوا احلامهم في المستقبل. مستشفى 57-357، رحلة علم هدفها الحياة.